السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير، سواء بنات ولاد كلكم المتتبعين القناه ديالي. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا هاد الشوكليت، هذا وقيتو الشتا والبرد، كتدخل للدار اش غتجو توجدي اشنو غيدفيك بالليل. هاد شوكليت او شوكولا شو كيجي لذيذ، كيجي غزال. تبعوا المقادير والطريقه حتى الاخر وشوفوا كيفاش كيجي. فرجه ممتعه. نديرو شوكولا شو ولا هاد شوكليت بواحد الطريقه بسيطه بالنسبه اللي ما كيتمكنلوش او تشهى هذيك الساعات وما عندوش الشوكولا اللي هو شوكولا نواغ او الشوكولاته السوداء الخام، يعني اللي هي تكون سوداء ما فيهاش دخل فيها نسبه اللبن. هاد الطريقه هذه بديل ديالها وكيجي زوين، كيجي لذيذ، يعني كيشبه ليها يعني. وما فيهش مقادير بزاف. انا غادي ندير على كميه كاس واحد، يعني على كميه كوب واحد. وانتم ديما كنقول لكم يعني الا بغيتوا تعاودوا تدبلوا المقادير ولا هذا. المهم هذا الكاس هذا عندي فيه 300 سنتيلتر. غاد هاد 300 سنتيلتر غادي ناخذوا معها، نمشيو معها ثلاثه ديال المعالق ديال الكاكاو، كاكاو اللي يكون من النوع الجيد باش يكون لكم يعني ينطبق الوصفه اللي هي الاساسيه اللي هي بالشكلات الاسود للمربعات اللي هما اللي كيفاش كيتعمل الهوت شوكليت. يعني خاص داك بودره الكاكاو تكون نوع نظيف. وهنايا اربعه المعالق حتى خمسه المعالق بالنسبه لهاد السكر الباودر، السكر البراونز او السكر بني، يعني كيجي زوين. اللي ما عندوش ممكن ندير سكر تاني. هاد الاربعة او خمسة المعالق يعني بالنسبة اللي ما كيبغيش السكر بزاف حالي، اللي هو اللي يعني كيبغي المشروب ديالو يكون مسكر بزيادة، ممكن يدير تال سبعة المعالق من السكر البني. والسكر الابيض ممكن يدير خمسة المعالق يعني كفاية، يعني او ستة، يعني هذا تقن بانه يعني راه يجي محلونيت. بعد بضع قطرات من الفاني، معلقة او خمسة غرام، يعني معلقة صغيرة كتاخد خمسة غرام من النشا، بالغرام خمسة غرام، وبالمعلقة معلقة صغيرة. كسرول فاش غادي دير هاد الحوايج، انا ديجا دايره فيه هذا اختياري، ولكن صدقوني كيجي واحد لوغو في زوين. هذا قطع من القرفه، يعني انا عندي هذه بلديه، داكشي علاش درت غير شويه منها. الا كانت هذيك الاخرى ممكن ديروا الطويل. هذا اختياري، ولكن هذا الاختيار في محله صراحه كيجي واحد لوغو زوين. يعني غادي الاول حاجه غادي ندير هو غادي ندير الحليب. كبيت هنا الحليب، درت الحليب هنايا، غادي ندير معاه شويه نقط ديال الفاني. نسيت نقول لكم بان الملحه كدار الملحه، ولكن ماشي دابا. انا غادي نخليه يغلي شويه باش هذاك القرفه تنسم في الحليب او اللبن ونعاد نرجعو. قبل ما حطيت الحليب على النار هزيت منه شويه باش يذوب هاد المايزينا او النشا، غادي نذوبو فيها حتى نحتاجوها، حتى الوقت اللي غنحتاجو فيه. صافي هنا من بعد ما شكي شتغلا غادي نحركو لمده دقيقه وحنا كنحركو فيه باش هذيك القرفه تنسم مع اللبن، ونعاودو نحيدو القرفه ونحطو باقي المكونات. صافي هنايا كتذوقوا، يعني كتشوفوا المذاق ديال القرفه واش يعني هو هذاك ولا لا. انا ذقت لقيت بان مزيان، بانت فيها النسمه ديالها. الاثناء غادي هاد الكاكاو باودر مغربل، غربلو احسن تغربلو.
تحطوا معاه سكر ورشة ملح. رشة ملح نحركه مزيان ونحطه عليه هذا الخليط ديال شويه اللبن مع مايزينا ونحطه على النار هادئه وحنا كنقلبوا مع يعني كنقلبوا فين نخلطوا مزيان حتى يتجانس ويتقال شويه. كما قلت لكم على النار تكون مهيله حركه يا ما تكونش يعني عاليه. كنحس بان دوك الجانسو غنحط دابا خليط ديال النشا مع اللبن تخلط مزيان ما يبقاش الحبيبات كاع نهائيا فيه. صافي شوفوا القوام ديالو كيفاش يكون هانتوما شوفوا البيض بدا يفيض لكم الحراك يكون بالزربه ومستمر. صافي الاثناء غادي نطفو عليه. صافي طفيت هنايا كنبقاو كنحركو مزيان الا كانت عندكم بحال هكا باش كنديروا ديك الرغوه كتجي الرغوه في الكاس ملي كنكبوا في الكاس كتكون واحد الرغوه يعني زوينه يعني كتكون بحال حاجه كالكابتشينو. وهذا هو الشكل ديالنا اليوم كيجي رائع. باش بغيتوا تزينوا كاين اللي غادي يدير الكريم شانتيه من فوق على حسب كل واحد شنو باغي. انا غادي ندير هذاك هادو هاد الحويضات الشوكولات الزين كيبقى كيف ما بغيتو بغيتو تخليوه هكاك ماشي مشكل ولكن نتمنى انكم تجربوه بدير الهوت شوكليت الحقيقي كيجي في حاله. نوريكم القوام ديالو كيفاش داير شوفوا احسن ديال المحلات صوبي في الدار ما فيش بزاف ديال المكونات وكيجي جديد وكيدفي من الاشياء اللي كانت نوروها بزاف في البرد. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم نتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوه. شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم ليا والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.